اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مرة اخرى. احنا كنتواجدوا بسوق الجملة اللي في مدينة الدار البيضاء. فكما كتشوفوا الخضرة يعني تبارك الله يعني موجودة يعني بكثرة. خضرة يعني طبيعية بيو يعني من الارض ديريكتومون للسوق ديال الجملة هذا. فكما كتشوفوا القرعة تبارك الله يعني شي حاجة اللي زعما مزيانة بزاف. اما كما كتشوفوا القرعة تبارك الله احنا اليوم الجمعة راه السوق يعني راه كعارفين الجمعة كيكون سوق الجملة يعني خاوي. كما كتشوفوا هي القرعة راه خصوصا القرعة راه كتعتمد بكثرة على الماء. القرعة الماء إذا ما كانش الماء راه ما يمكنش يعني راه ممكن الخضرة الأخرى يمكن يعني ديباني ولا ما كانش الماء يعني تجبد من الأرض ولا. ولكن القرعة راه كتحتاج يعني الماء بكثرة. إذا ما كانش الماء راه ما كايناش القرعة. خصوصا يعني دابا البرد الحمد لله على الشتاء البارح اللي دازت كانت يعني فال ديال الخير لهذا الخير هذا كله. كما تشوفوا هي راه يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. تبارك الله يعني راه هذا راه خصهم يسميو يعني السوق ديال القرا. كما كنعرفوا راه القرعه راه حنا كمغاربه راه حنا كنستعملوا القرعه يعني بزاف سواء يعني في الكسكسو سواء يعني كتفور سواء يعني كتعسل. يعني القرعه راه عندها بزاف ديال وعندها كذلك بزاف ديال الفوائد القرعه. دار فيه البوفار ملي خرجوا وشتيه لعبوا الماتش وكان شي مدرب قوري شت معطل غادي يدير العزيه كما كتشوفوا بالنسبه للناس اللي يلا التحقوا بنا حاليا. انا كنتواجدوا في سوق ديال الجمله في مدينه الدار البيضاء. خضراء يعني كاينه بواحد الكثره. كما كتشوفوا الثمن ديالها يعني الثمن جد مناسب فبالنسبه يعني الناس اللي مختصين في هذا المجال ديال الفلاحه ومجال ديال البيع اللي هنا موجودين في السوق ديال الجمله. كيقول لك يعني القرعه يعني الثمن ديالها رخيص ورخيص بزاف. هي كدير بربعه دراهم هنا في سوق الجمله كدير 4 دراهم 5 دراهم. فبالنسبه حتى للمحلات يعني اللي بعاد شويه من هنايا ممكن تلقاها يعني. فكنتمناو انه الشتا ديال البارح تكون فال ديال الخير. كما قلنا يعني الخضره يعني القرعه هنايا بالخصوص كدير 4 دراهم في السوق ديال الجمله. ممكن على برا تلقاها يعني بالنسبه مثلا السباته وهذا تلقاها ب5 دراهم. ممكن يعني الاحياء شويه اللي لداخل في كازا المعارف لا تقدر تلقاها 10 دراهم يعني على حسب. ولكن في الثمن ديالها الاصلي 4 دراهم لانه راه موجوده يعني بكثره الحمد لله. وكان الحمد لله طبيعه الحال على الشتا اللي دازت يعني البارح هي كانت فيها الخير. فر خير علينا كاملا كمغاربه خصوصا انه المغرب كيعتمد على الاقتصاد ديالو كله او النصف يعني الكبير ديالو على الفلاحه. كما كتشاهدوا هذه هي القرعه. ما كاين شي واحد اللي ما كتعجبوش يعني القرعه على ما كنعتقد خصوصا يعني احنا كمغاربه. طبيعه الحال كتختلف القرعه يعني من غير انه كتندار في كسكسو كتختلف في كل منطقه. كاين اللي عندهم يعني كاين بعض المناطق يعني كيديروا لها كيعسلوها يعني خصوصا يعني في مدينه يعني مدينه فاس.
كاين اللي كيديروها يعني في الطاجين من غير يعني ما كتندار في الكسكسو. الكسكسو طبيعه الحال حنا عارفين ان كنا كمغاربه يعني كتندار القرعه في الكسكسو، ولكن في مناطق اخرى يعني راه كيديروها يعني كديسير. فهذا كله من خير الله سبحانه وتعالى، وكنحمد الله سبحانه وتعالى على كل هذا الخير هذا اللي جا يعني في هذا الوقت هذا بالذات. فكنتمنوا يكون فيه الخير كذلك، انه نبداو السنه الجديده ان شاء الله في خير من البدايه ديالها، ونختموا السنه ديال 2022 هذا الشهر هذا بكل المدارس فيها سواء بالحلو ديالها ولا المر ديالها. فكنتمنوا انه نختموا السنه هذا بفعل الخير بالخيرات ان شاء الله بحول الله. ومن هنا من سوق الجمله من مدينه الدار البيضاء كنتمنوا لكل المغاربه الصحة واليسر، وكنتمناو طبيعة الحال للمنتخب الوطني ديالنا الفوز بإذن الله في المقابلات ديال مع إسبانيا نهار الثلاث بإذن الله إن شاء الله. وكنشكروا لكل من يشاهدنا في هذه اللحظة مباشرة من مدينة الدار البيضاء سوق الجملة. شكرا وإلى اللقاء.